النهارده الحقيقه ذكرى حزينه للصحافه المصريه، في الصحافه المصريه النهارده ذكرى وفاه الكاتب الصحفي الكبير والاعلامي المميز والانسان مجدي مهنا. الحقيقه الكاتب الصحفي مجدي مهنا كان له مدرسه خاصه في الاداء الصحفي والاعلامي، السهل الممتنع، رقي الحوار، ادب الاختلاف، قوه الحجه. قدم على شاشة دريم على مدى سنوات برنامج في الممنوع، والحقيقة هو ده كمان كان اسم العمود اللي بتاعه في المصري اليوم. ويعني احنا كلنا اتعلمنا من الكاتب الصحفي الكبير مجدي مهنا، وكان لينا شرف ان احنا كنا زملاء ليه وتتلمذنا برضو وتعلمنا منه في حاجات كتيرة. شاشة دريم والإعلام والصحافة المصرية لن تنسى أبداً الكاتب الصحفي الكبير مجدي مهنا. دريم لا تنسى واحداً من أهم محاوريها وأمهر مذيعيها وأشجع فرسانها، الإعلام الراحل مجدي مهنا، في الذكرى التاسعة لرحيله. بعهد نفسي، مش بعد بتعهد مع حد تاني، لكن بعهد نفسي بانه لن اترك دريم. الاستاذ مجدي مهنا الله يرحمه، وهو كان اعظم كاتب عمود في مصر، الذي دفع صحته ثمنا لايمانه بالقيم والمبادئ ودفاعه عن الحريه. استاذي الله يرحمه مجدي مهنا اللي ما زلنا نسير على منهجه مهما كلفه ذلك من أعباء الصراعات والصدمات. بس ده في الوقت اللي أثرت فيه على الأحزاب، أغلقت الباب تقريبا على المستقلين. واشتهر مجدي مهنا بلقاءاته السياسية الجريئة مع كل السياسيين في العالم العربي. الإصلاح سواء بمفهومه العام والشامل والكبير إنه هيسير ببطء شديد جدا، والتي أثارت جدلا كبيرا وأصبحت وثيقة من وثائق المراحل السياسية الأخيرة. لن ننساك.